السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك بخير. الله يطول عمرك مولاي. مبروك زيادة. بارك الله فيك خويا، الله يخليك وليداتك. الله يحفظك، بارك الله فيك، راك عزيز علينا. أعزك الله خويا. راك عزيز علينا وبزاف. الله يرحم الوالدين. بارك الله فيك، الله يحفظك. يا رب. السلام عليك أستاذ. أنا وواحد، إحنا أربعة ديال الإخوة. أييه. كان واحد العام في 2012. نعم. كان وقع علينا واحد ابتلاء شديد. لا إله إلا الله. تحكم علينا بأربعين سنة. أربعين سنة سجن؟ تفرقت علينا الأول فينا 20 سنة وهنا ثلاثة عشرة. الله 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 الله. وبقينا صابرين وداك الابتلاء بقينا الحمد لله صابرين. الله أكبر. وكنذكر الله وقيام الليل وجاب الفرج. لا إله إلا الله. الحمد لله جاب الله الفرج، بقى فينا واحد. لا إله إلا الله. جاب الله البراءة ديالنا، ما مثلت علينا حتى شي حاجة، خرجنا الحمد لله. لا وعوضكم أخويا محمد، عوضكم على هذا الابتلاء حتى إذا كان جور في الحكم أو تبين خطأ. لا دايرين لنا في الحكم، ما عندناش حق نديرو نطلبو بالتعويضات. لا إله إلا الله. البراءة ديالنا، ولكن ما عندناش حق ناخذو التعويضات. لا إله إلا الله. والحمد لله جاب الله الفرج، وكانت واحد الأم ديالنا غتحما غادي تصبطها ضرب الطريقة بوحدها. وحنا اللي كنا كنعاونوا الاسره، دولينا داخل السجن كاملين. لا اله الا الله. والحمد لله استاذ، داكشي كامل جاب الله الفرج، خرجنا. دابا كنشتغل في شي ديال توزيع المواد الغذائيه. مزيان. تعرضت على واحد الشابه للزواج ان شاء الله. الله يبارك يا رب. هاد السيده كتنتمي للقطاع العام. نعم. هاد الخدمه ديالها ضروري خصنا نديروا واحد، الاداره ديالها كدير واحد البحث على ذاك الزوج ديالها. نعم، اذا كانت قريبه من الدوائر الامنيه او القضائيه خصها لابد، وحاملي السلاح وغيرهم خصهم لابد الشريك ديالك يكون عليه بحث امني. نعم. درنا استاذ واحد، درنا الدوسي ديالنا، دفعنا الطلب ديالنا، جانا مرفوض. لا اله الا الله. جانا مرفوض، وهاد السيده هادي كنشوف فيها الزوجه الصالحه. تعاملت معايا وما خلت ما دارت معايا. لا اله الا الله. والله العظيم بالله الى دابا الى 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 انا هي مريضه وانا مريض، ما والسيده كنشوف فيها المراه الصالحه، استغفر الله العظيم ما غلقاش بحالها. سيدي محمد، دابا هذا الابتلاء، هذا الحكم اللي تحكمتوا به، واش جاكم العفو ولا تبين البراءه ولا البراءه؟ اذا الانسان البريء يعني خاصو بالعكس خاصو يتمحى الوسخ كله. هو سي كريبان دليت اليوم بالبراءه ديالي، ولكن لا حياه لمن تنادي. لا اله الا الله. لكن انا ما عندي شي حاجه في هادشي. والبراءة ديالي. واش وكلتي شي محامي شاطر باش يقدر يدخل ويشوف الاماكن اللي فيها الصوت مسموع؟ الاداره الا قالت لك لا ما عندكش حق تناقش تقول شي حاجه. هذا خطا كبير. لا اله الا الله. والحمد لله، ومسكينه دابا هي مريضه، انا مرض القلب، والله العظيم الى مريضه مسكينه وكتعاني وكتشوف فيا هي كل شيء، ولكن الحمد لله. لا اله الا الله. ودائما شي دعوات الخير. واخا سيدي الله يشافيها باذن الله. واخا خويا ودلوا معنا بالشفاء لهذ السيده، والله يدير شي تاويل ديال الخير يا رب. سيدي محمد بارك الله فيك اخويا، حفظك الله ورعاك الله واسعدك الله وجمع الله شملكما. لا اله الا الله. هذه الكلمه اللي قال سي محمد، كيقول لك الاداره لقيت لك لا يعني لا، باقي كنعقل. هذه واحد 20 سنه كنت كنشتغل في واحد الاداره معينه، وكان واحد المسؤول كبير يعني كبير منه القمه، وكان درنا شي اعمال، ويقول لك قال لي نفس العباره، قال لي احنا باقي انك سعي الله جينا من الجامعه كتكون حضرتي الدكتوراه وجاي بواحد الحماس واحد الفكر ديال التغيير وديال التجديد وكتصطدم بواحد العقليه، قال لك لا. قلت لي لا يا سيدي الفاضل، هذه الكلمه لا راه غير قال لي ما تسمعش خصك وكتتنفذ. قلت لي راه في القران العظيم ربنا عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها،
القرآن الكريم كلام رب العالمين مالك الملك قال لنا راه كيعطي الله حكم معين ومن بعد الله تعالى كيتبين كيبغي يعلمنا. ربنا لا يبدو له كما كتقول الشيعة كيسموه البداء، كان له كذا فبدا له كذا. لا، ربنا كيعلمنا احنا البشر اننا ممكن بعض القوانين اللي احنا اتفقنا عليها اذا بدت انها فيها مس لحقوق الانسان او انها فيها مضرة ممكن نتجاوزها. وهذاك السيد المسؤول الكبير او بخني وعاتبني وقال لي لا، وانا حضرت راسي ومشيت في حالي. مرت الايام ومرت الشهور والسنون اكثر من 10 سنوات، وهذاك المسؤول الكبير وقع عليه ظلم كبير، ظلم كبير، وقالوا ليه الادارة لا لا، وبدا كيشكي. ونتلقى معاه في احدى الادارات الكبيرة في الوزارة في الرباط، تلقيت معه في اهلا بخير، ويقول لي الكلمة اللي قلت لي شحال هذه وقفت عليها. فعلا انا ما كنتش عارف حتى تعرضت نفسي ان الظلم، وشعرت بانني تمسيت في الكرامات ديالي في حقوق ديالي. وقالوا لي لا لا، وقول لي عاود لي الكلمه اللي قلتي شنو هي، انا غندخل عند واحد المسؤول كبير باش نقولها ليه. قلت له هي كيقول فيها الله عز وجل في كتابه العزيز من سوره البقره: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. معنى ذلك ان الله تعالى يسن احكام ويسن قوانين، ولكن فيما بعد يبدو بأن هذه الأحكام لم تعد صالحة فيغيرها المولى عز وجل لما فيه هو الأصلح. طبعا ربنا لا يبدو له الشيء لأنه علام الغيوب، يعلم ما كان وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، لأنه على كل شيء قدير. إلا أنه يعلمنا من قاعدة النسخ في الأحكام الشرعية والقانونية أننا نغير هذه القوانين إذا كانت فيها مضرة أو إساءة للإنسان. أخي محمد دابا الآن قال لنا الجريمة اللي وقع فيها هو سماها ابتلاء، لا ندري ما حقيقتها ولا داعي لي. قد تكون ربما من ضحايا الإرهاب، كان واحد مجموعة شباب ربما مشوا خطأ كأنهم تهموا بالإرهاب، أو قد يكون ربما اتهامات لأن هذا العدد ديال السنين كبير، 40 سنة موزع على 4، إما كيكون جريمة قتل وإما كيكون عنده علاقة بالأعراض وإما باش اختلاس كبير. على كل حال ياما في سجن مظالم، هذه كلمة تردد، ياما في سجن مظالم، شحال من واحد مسكين غير تقدم فيها، كاين اللي دارها بيدو وكاين اللي مسكين غير كتبت عليه. ولكن إذا تبينت براءة إنسان معين، يعني الوضع العادي والطبيعي في القانون هو أن الإنسان أصله بريء، الأصل في الأشياء البراءة حتى تتم ويثبت الاتهام، هذه قاعدة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى تثبت الحرمة. فمدام أنكم وقعتوا في هذا الخطأ وسميتي ابتلاء ثم تبينت البراءة، الإدارة ستعطيكم تعويض، هذه كتسمى جبر الضرر، تعويض عن الضرر. وهذه كاينة الحمد لله، احنا شفنا الناس اللي كانوا في أيام الرصاص ودوزوا سنين ديال السجن، وملي كان السي بن زكري رحمه الله وصلاح الوديع واحد المجموعه من المناضلين ودافعوا، كانت هيئه الانصاف والمصالحه، وتبين بان مجموعه من الناس غير تقدموا، هما كانوا ابرياء، الدوله عوضتهم تعويضات مهمه، ملايين صحيحه، 30 40 50 مليون. وانتم ربما لو كان عندكم محامي شاطر غادي يحرك المسطره ملي غيتبين بانكم ضيعتوا سنين وضيعتوا واحد الدوله، كتعطيكم واحد التعويض جبر الضرر. على الاقل قلنا الله يسامح، الوطن غفور رحيم، ولكن اللي بغيت تزوج يعني وانت بريء لابد انها تعطي هذا الاعتبار بانه لا ليس هناك من. وربما قد يكون المشكل حساس شيئا ما، اذا كانت الزوجه تشتغل في دوائر امنيه او كانت حامله سلاح او كانت في واحد العمل له ملتمس قضائي شيئا ما في ملفات، قد تكون نفس العلاقه الزوجيه في بيت واحد كأنك داخل معهم في الإدارة، ربما هذا مشكل كبير. نتمنى على الله سبحانه وتعالى، نطلب الله تعالى هو يفرج عليكم ويحقق لكم الرجاء. تبسيط المساطر هو شيء مهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة ربما هي متشاكسة، لا رأيناها من واحد الزاوية أخرى، غتبالك فعلا بأن هذه المرأة جابت واحد الملف اللي هو ساخن جدا وجابته للدار ديالها وبغات تقوم بالاعداد ديالو باش تقدمه غدا للرؤساء ديالها. ربما هما يظنون قد يطلع عليه زوجها وقد يخبر الناس اللي كانوا معها، هكذا يفكرون، والامر ربما لا يخلو من علامه استفهام وتعجب. على كل حال اخي محمد، الزواج
عندنا واحد المبدأ كنأمنوا به، هو قضاء وقدر مبرم. اللي مزوجين في الأرض هما مسبقا مزوجين في السماء. إلا كانت مكتبها لك المولى عز وجل ربي غيكتبها لك. المسطرة بسيطة، هي أنك تعاود تقدم طلب استعطافي، طلب استعطافي للجهات المعنية، كتقول بأن هذه الزوجة عندنا علاقة ديال المودة وديال الاستلطاف وديال التراحم، وراني هكا وقع لي وقع لي، وأكيد راه غينظروا إلى الملف بنظرة استعطافية، غينظروا لها إن شاء الله نظرة أخرى مغايرة وتكون فيها خير بإذن الله. وكاين طريقة بسيطة، وهي أن الإنسان قد ربما يعطوا تزكية من جهة معينة، ومن ثم ممكن أنه يزيل عنه الاتهامات السابقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويتولاكم بعنايته ورعايته، اللهم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.